زينب العويناتي. من؟ زينب العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي. نعم بحالكم. تفضلي. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين مقدمي الاقتراح بشأن تعديل المادة 9 من قانون المسنين واهتمامهم الكبير بفئة كبار السن بمملكة البحرين. أحب أبين بأن الحكومة الموقرة أولت اهتمام كبير بهذه الفئة. مظاهر هاي الاهتمام طبعا قرار مجلس الوزراء الموقر سنة 2012 اللي شمل رسوم المؤسسات الحكومية والجهات الحكومية، علاوة على إصدار بطاقة المسن. وأبين حق أعضاء السادة مجلس النواب بأن بداية 2020 جائحة كورونا وسلامة لحياة هذه الفئة المواطنين، تم الارتياء بأن يتم الاكتفاء ببطاقة الهوية بحيث يتم إدماج شريحة الهوية. مجرد أن يحمل الرقم الشخصي عمره 60 فما فوق، فإن مجرد أن يتوجه لأي جهة حكومية على سبيل الوثان ليس وليس الحصر، مثلا وزارة البلديات عند رسوم البناء، فمجرد يقدم بطاقة الهوية اوتوماتيكلي تلقائيا بأن راح يتحصل على تخفيض من هذه الرسوم.